الجيوفون هو جهاز يستخدم في قياس الاهتزازات الأرضية، ويعتبر أداة حيوية في مجالات الجيولوجيا والتنقيب عن الموارد الطبيعية. يعمل الجيوفون على تحويل الحركة الأرضية إلى إشارات كهربائية يمكن تحليلها لتحديد ملامح طبقات الأرض الداخلية. الجيوفون يتكون من أجزاء رئيسية تعمل معًا بهدف تحويل الاهتزازات الأرضية إلى إشارات دقيقة، ويتكون من: سلك مغناطيسي، يتم وضعه داخل حقل المغناطيسي وعندما تحدث اهتزازات، يتحرك لينتج تيارًا كهربائيًا. زمبرك يعلق الكتلة داخل الجيوفون، ويتيح لها التحرك بحرية استجابًا للاهتزازات. هيكل خارجي. يحمي المكونات الداخليه من العوامل البيئيه مثل الرطوبه والاتربه مما يضمن دقه القياسات يعتمد الجيوفون على الحركه النسبيه بين الكتله المعلقه والمغناطيس الداخلي عند حدوث اهتزاز في الارض تتحرك الكتله بفعل الزنبرك مما يؤدي الى تغيير في المجال المغناطيسي هذا التغيير يولد تيارا كهربائيا تتناسب شدته مع قوة الاهتزاز. هذه الإشارة الكهربائية يتم إرسالها إلى أجهزة تحليل خاصة لتفسير النشاط الأرضي بدقة. للجيوفون استخدامات متعددة في مجالات الجيولوجيا والتنقيب مثل التنقيب عن النفط والغاز. يستخدم الجيوفون في التقاط الاهتزازات التي تطلقها مصادر صناعية على سطح الأرض. هذه الاهتزازات ترتد عن طبقات الأرض الجوفية، ويتم التقاطها وتحليلها لتحديد مواقع الرواسب النفطية والغازية. دراسة الزلازل: يساعد الجيوفون في تسجيل النشاط الزلزالي بدقة، مما يتيح للعلماء دراسة طبيعة الزلازل وتحديد مواقعها. المراقبة البيئية والهندسية. يستخدم الجيوفون لمراقبة استقرار التربة أثناء مشاريع البناء الكبرى أو لفحص تأثير الأنشطة البشرية مثل التعدين. الجيوفون ليس مجرد جهاز قياس، بل هو أداة أساسية لفهم بنية الأرض وتحليل النشاط الزلزالي. قدرته على تحويل الاهتزازات الأرضية إلى بيانات مفيدة تجعل منه حجر الزاويه في العديد من التطبيقات العلميه والهندسيه